اهلا بيكو. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي او نوع من انواع الداتا كولكشن، مصدر من مصادر الداتا كولكشن، وهو البوتنشال كاستمرز. في الجزء بتاعنا واحنا بنتكلم على الكولكشن بتاع الريكويرمنتس، هنبتدي دلوقتي نتكلم مع بعض عن ايه النوع الثاني او سوري المصدر الثاني من مصادر الريكويرمنتس كولكشن، وهو الكومبيتيشن. الحقيقة المفروض انك تروح تتكلم مع الناس اللي عندها منتج زي المنتج بتاعك. هنا طبعا كتير اول حاجة بيخطر في بالك هي ان هروح اتكلم مع ناس انا نازل انافسهم، يبقى في الغالب هيلبسوني في الحيط. طبعا الفكرة دي طبيعي انها تخطر في بالك، بس انا ليه عليها تحفظات. الحقيقة من خبرتي البسيطة مع خلق الله بقولك ان اغلب الناس امنا، اغلب الناس هتقولك نصيحة بصدق، ومن النصائح الصادقة اللي ممكن واحد يرد عليك بيها يقولك انا اسف انا مش هقدر اقولك حاجة علشان دي اسرار شغل. فدي حتى برضو نصيحة صادقة. ليه؟ لان صاحبها بيقولك عليها وهو كان ممكن يلبسك في الحيط، مش كده ولا ايه؟ في اقليه من الناس، اقليه قليله جدا من الناس موجوده فعلا هتديك معلومات مضلله. مش هنكذب على بعض، في ناس وحشه، لكن غالب الناس كويس. المهم فنرجع، يبقى انت هتروح لل الكومبيتيشن او الناس اللي عملت برودكت زي البرودكت بتاعك قبل كده، وتبتدي تسالهم ايه المواصفات الكويسه اللي ممكن اعملها في المشروع بتاعي. مثلا لو ان المشروع بتاعك هو عباره عن مول تجاري، طب يا جماعه يا اللي عملتوا مول زي بتاعي ده قبل كده، يا ترى الاماكن ايه رايكم، المكان ده احسن ولا المكان ده احسن؟ يا ترى رايكم ااجر المحلات ولا ابيعها؟ يا ترى رايكم اعمل مساحات واسعه الناس تمشي فيها احسن، ولا اضيق المساحات الناس هتمشي فيها لحساب ان المحلات تبقى اوسع؟ يا ترى دي كلها مواصفات هيكلمك عنها احسن الناس اللي اشتغلت في الشغلانه بتاعتك دي قبل كده. هتسمع منهم وتجمع البيانات دي وتبتدي من خلالها تحدد ايه الريكويرمنتس اللي ممكن تبقى كويسه عشان المشروع بتاعك يبقى كويس. وهنا بقى يجي نقطه مهمه جدا، انا دايما بحاول اكلمكم في الكورس ده ان احنا نقف في ارض الواقع. دلوقتي احنا في مجتمعنا للاسف احنا ما بنهتمش، في المتوسط انا وانت ما بنهتمش بجمع البيانات بشكل دقيق ولا بتسجيلها بشكل منتظم. عملية جمع البيانات دي هي اللي من خلالها نقدر نطلع معلومات مفيدة. فتيجي تتكلم مع واحد يبتدي يقول لك كلام حلو جدا 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 او وحش جدا 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 عن البروجكت او عن الفكرة اللي انت بتعرضها عليه. في الحالتين لو جيت تقول له ايه البيانات اللي انت مستند عليها، غالبا ما هتلاقي ما عندوش بيانات او ما عندوش بيانات دقيقة. وده ليه؟ ده زي ما بقولك دي عادة اجتماعية سيئة، احنا ما تربناش على كده اغلبنا، ومع ذلك ده ما ينفعش ان احنا ما يمنعش ان احنا نسأل الناس ونبتدي نلم منهم بيانات. لكن لازم انت تحط في اعتبارك نقطة ان اللي بيقولك البيان ده او بيقولك المعلومات دي بيقولها لك بصدق وبأمانة نمرة واحد في الغالب، نمرة اتنين ان هو مش باني رأيه او كلامه ده على بيانات دقيقة، فلازم انت ترجع وتفرز الكلام ده وتشوف اذا كان كلام معقول ولا كلام مش معقول، وتقوم تاخد الاراء دي وتاخد المعلومات دي وتبتدي انت تطبخها عندك، تعمل منها بقى الفكرة او البيانات والمعلومات اللي انت بتدور عليها، تطلع حاجات تحاول كده ايه تنقيها بشكل يكون make sense. تعامل مع الداتا بشكل كويس. تاني دي بقى نقطة على جنب بس تهمني جدا، علم نفسك ودرب نفسك على ان انت تجمع بيانات كتيرة ودقيقة ومنظمة عن كل حاجة انت بتشتغل فيها، علشان ساعة ما تيجي تاخد قرار تلاقي اساس تبني عليه القرار ده، وساعة ما تدي حد نصيحة تدي له نصيحة وما تلبسوش في الحيط وانت ما تقصدش.
طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن تاني مصدر من مصادر الكولكشن بتاع الريكويرمنتس، وهو المصدر بتاع الكومبيتيشن. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المصدرين الخارجيين اللي بنلم منهم البيانات، واتكلمنا عنهم بسرعه على فكره، اللي قلته في الفيديو ده واللي قلته في الفيديو اللي فات، يتاخد فيهم كورسات لوحدهم ازاي تلم البيانات. ندخل في الجزء الثالث ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهو الجزء بتاع ازاي نلم البيانات من داخل المؤسسه. هكلمكم عن حاجه واحده بس فيها ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله.